الآن مشاهدينا سنذهب إلى فرنسا، حيث هناك المشهد السياسي الجديد سيكون طبعا مختلفا عن سابقه. هذه المرة سيكون ماكرون مقيدا في حكمه وفي تبني طبعا قراراته الرئيسية على عكس الولاية السابقة في الجمعية الوطنية، حيث امتلك حينها الأغلبية النيابية. حصلت هذه الانتخابات التشريعية اليوم قفزة نحو المجهول، هو العنوان الأبرز، وكان لصحيفة لو فيغارو الفرنسية التي أشارت إلى احتمالية حدوث انقسام سياسي في البلاد في ظل الجمهورية الخامسة، حيث أن عدم حصول الحزب الحاكم على الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية وضع البرلمان الفرنسي في قلب لعبة سياسية معقدة. فتحالف الرئاسة معا الذي يضم الحزب الحاكم وهو حزب النهضة وحزب اليمين الوسط مودام وحزب آفاق فشل في تحقيق طموحاته هذه المرة، حيث حصل على 245 مقعدا كما نتابع هنا فقط، عكس المرة السابقة عندما نجح في الحصول على الأغلبية المطلقة ما يقرب من 350 مقعدا. أما تحالف حزب اليسار ومن ضمنها حزب ميلانشون فقد حصل هذه المرة على 131 مقعدا. والشيء الملفت للانتباه هذه المرة هو أن أقصى اليمين حصل على 89 مقعدا ليسجل اختراقا غير مسبوق في تاريخه مقارنة بعام 2017 عندما سجل 8 مقاعد فقط. عمليا مشاهدينا نحن أمام تحالف ماكرون، بل أمام تحالف ماكرون سيكون هناك خياران، الأول يشمل إبرام اتفاق مع أحزاب أخرى أو التحالف مع حزب اليمين الديغولي أو مع أقصى اليمين بصفة مؤقتة حتى يتمكن من ممارسة مهامه بأريحية، وهذا أمر مستبعد. ما هو الخيار الثاني؟ التفاوض على كل نص يريد تمريره، وهنا كلما كان عدد النواب الناقصين لبلوغ الأغلبية أكبر كلما كانت المسألة أكثر صعوبة وأيضا تعقيدا. ماذا يجب على ماكرون أن يفعل؟ يتعين عليه أن التعامل مع توازن قوى أقل ملائمة مما كان عليه خلال الانتخابات التشريعية السابقة، وأيضا البحث عن دعم مجموعات سياسية أخرى لتعزيز قوة سياسة برلمانية تمكنه من تمرير التشريعات بحد أدنى من الهدوء وفق متابعين دائما للشأن الفرنسي.